طبعا لميس، بيتم توزيع زجاجات مياه مصرية صديقة للبيئة، ودي من الأيام الأول لعقد تلك القمة. يعني دي زجاجة مصرية المنتشرة، يعني كنت ممكن أجيب لك إزازة بس هي بعيدة عني شوية. حكايتها إيه؟ طبعا الزجاجة دي اللي كانت ظهرت في يد الرئيس عبد الفتاح الجود ووتر، بيئة الواحد متشوق ان هو يروح يدوق المياه، مياه متعقمة وكمان يعني متعقمة قبل ما تدخل، وممكن الإزازة نفسها مصنوعة من الألياف والأخشاب، فالواحد عنده فضول يدوق المياه ويشوف الإزازة. فأكيد انت شربت منها، تحكي لنا عنها. يا كتير. بصي يا لبيس، الجود ووتر من اول ما وصلنا في انطلاق القمه فلقينا في اماكن محدده للجود ووتر، ما كناش نعرف يعني العبوات شكلها عظيم جدا، يعني البعض كان فاكر ان ده مش ميه، دي لبن وكده، فيعني اكتشفنا ان هي ميه وشعرنا بالفخر لما عرفنا ان هي شركه مصريه، وشعرنا بالفخر اكتر لما عرفنا ان هي صديقه للبيئه، والعبوات والكفر بتاعها مصنع من الالياف الغير ملوث للبيئه. طبعا ما ينفعش نبقى مصر والدوله المستضيفه لقمه المناخ وبنتحدث عن تقليل الملوثات للبيئه ونبقى عاملين زجاجات ملوثه للبيئه، فكان دي فكره عظيمه جدا. الجميل فيها ايه بقى؟ ان عاملها ده احد مشروعات رواد الشباب، دي فكرتهم قاموا بتنفيذها، والمياه مجانا هنا للجميع. بنتكلم عن الحضور القمه ما يقرب من، بنتكلم على 46 ألف مشارك من مختلف دول العالم، وحوالي مثلا 10,000 مصري، بنتكلم على 56 ألف مشارك في قمة المناخ. الجميع شرب من المياه دي لأن المياه دي هي المياه الوحيدة المتاحة هنا وفي مجانا لجميع ضيوف المنتدى وقمة المناخ. خلينا نقول طبعا احنا بدأ يلفت إليها النظر لما الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في الماراثون من حوالي 5 أيام، فشفناه ماسك جود ووتر. فاحنا طبعا الجميع بيتساءل ايه حكاية الشركة دي؟ طبعا دي شركة مصرية، وفي إطار تشجيع الدولة المصرية لريادة الأعمال للشباب صمموا أنشأوا تلك الشركة وتم إطلاقها، هي شركة صديقة للبيئة، ما فيش فيها أي ملوثات. وعايز أقول لك مش بس المشاركين ضيوفنا الأعزاء اللي هم داخلين من باب الدخول دلوقتي حوالينا، لا القادة كمان، كل قادة الدول العالم. يعني لو تابعنا في الجلسة الافتتاحية زجاجات المياه الموضوعة أمام أماكن القادة بالكامل، كانت جود ووتر المياه المصرية المعبأة بشكل آمن 100% وكذلك الصديقة للبيئة. طبعا هي صديقة للبيئة لأنها مش مستخدم فيها العبوات، مش بلاستيكية. كذلك تم إطلاقها طبعا الشركة دي والمية دي بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ، وإن شاء الله هتنزل الأسواق المصرية بسعر اقتصادي جدا جدا. وخلينا نتكلم على إن هي دي أول عبوة مياه مصرية مصنوعة من مواد نباتية، وبتستخدم أغطية مصنوعة من أحد المشتقات الحيوية من قصب السكر، ما يمكن إعادة زراعتها كنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون. يعني الغطاء حسب يعني تأكيدات أصحاب الشركة وكده، إن الغطاء ممكن بعد ما بنشرب المية نحط الغطاء في أي مكان في الأرض، يعني ممكن زرعته مرة أخرى. طبعا زي ما ذكرت إن دي شركة لرواد شباب الأعمال المصريين، مهم إن الجميع، جميع دول العالم والقادة والرؤساء، طبعا كان مشهد ملفت جدا إيه حكاية المية المصرية صديقة البيئة، والحمد لله كل ضيوفنا الأعزاء شربوا منها.